هي وينكم هاي؟ الحاجة اللي ما ننساهاش وقت اللي جبريل هبط على اللوش، فهمت؟ في بلاصة الولد اللي كانش يتذبح، فهمت؟ وأنا الحق متاع ربي ما ننساش زادا وقت اللي موسى عليه السلام بعكازو حل الحرب خلى الفراعنة رمشة اثنين والفراعنة مشاو وكسر وسكر عليهم بحر. هذوكم حاجات ما ننساهمش كيفاش نعلوش هبط من السماء. واليوم سبحانك يا رب، الحمد لله يا ربي ناكل فيه العلوش. هذا المخ هبط في المرق هو الحق، ما نكذبش عليكم، ما بين حاجه هي هذه الهريسه يا خويا. الحمد لله تولدت مش بعيد، واحد في داره ورحمة بابا في قبره. الخدمة اللي نخدم فيها والقهر اللي عايشه يخليني حتى سويعة نعمل هكا شوية كيف في 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 حومتي. راهو 25 سنة القهر اللي راه فيه هاو نشبه له القهر اللي راه في الزبوروم، هاني منظري كل حلوف، فهمت؟ جو غوسومبل ان كوشون كوم لي زوروبيان، اي مون با اكسبتي. خلي احنا سي سايريان ولا سي افريكان ولا شنيا ولا فهمت شنو اش واقع بالضبط. انا راه في حلال دور عليا بس البلاد مصورينهم اون فوز اون سورت دو ديمونستراسيون ولا حاجه ما فهمتش فما فهمت ولا بلا زبورم فمك لنكلك امك انها زبورم اللغه اللي عايش فيها. نبوسكم الكل نكنال بوه موندي لاندي ونكنالو عصم ومغدي وغدوه ميركودي ونهار الخميس مرتاح وجاي حدايا ولد حومتي ولد سويلم فهمت وليدات اخرين باش نقعدوا ان شاء الله غدوه نعمل شويه جو فهمت ولا. نبوسكم الكل ونقول لكم بالله سايسوا على كذيفان بوراقيهم ولا بلاش وراقيهم، خماج ولا مش خماج، فهمت؟ نسايسوهم نشوفوا ماهم وين يصب. عندي ما تقول بالله هاي